أنا دماغي هتفرقع، مفيش حل تاني، أنا لازم أقول له الحقيقة، وأنا كمان مش هخليه يأذبني اللي خبيته عن العالم كله السنين دي كلها. مش هينفع يا ست صباح، جوزك يا أختي مش هيسمي عليه لما يعرف إن كان عنده ابن وأنتي مخبية عليه العمر ده كله، ده مش بعيد يقتلك ويقتله. أيوة أنا ما كنتش أعتقد في الأحلام دي أبدا ولا صدق فيها، لكن الحلم هو عمال يفسر نفسه، هل يعقل ولا تيجي صدفة إن الراجل وابنه يقعوا في بعض كده ويمسكوا في بعض وكل واحد فيهم عمال يدور على التاني عشان يقتله؟ فلله ولا فعلك يا شيخة، يا ناقصاكي انتي كمان. معقول الحلم بيتفسر بعد السنين دي كلها؟ عبد ربه عايز يقتل هرب؟ لا لا، ده حتى من لعبي، حتى مني، يقتلنا انا يعمل فيا اي حاجه، لكن هرب لا. واللي هيهون ناحية هرب انا هاكله بسناني، هقتله حتى لو كان عبد ربه. اللي بتعمله ده ما ينفعش يا مرزوق. أم الواد راحت بلغت الشرطة، وإحنا مش حمل قلق اليومين دول. طب افرض أنا سيبته، تفتكر مازن هيرضى يسيبه؟ يا سيدي مشيه من وراه من غير ما يعرف، قول له هرب، اخترق له أي حاجة، المهم تخلصنا من الموضوع ده في أسرع وقت. طب افرض الواد راح بلغ؟ لا، من انحياد اطمن، عشان مش دي دماغ عرب السويركي. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. ازيك يا حنان؟ معلش يا حبيبتي ما لحقتش اتكلم معاكي المره اللي فاتت، نفسي اسمعك واقعد معاك واسمع صوتك واحس باللي جواكي. ما تستعجلش يا حاج، لو عرفت اللي انا جايلك فيه هتزهق مني وهتتكلم معايا كتير. انا مش ممكن ازهق منك حنان، يلا حبيبتي انا سامعك كل اللي انت عاوزاه. انا موافقه على الجواز يا حاج. ايه